السلام عليكم ورحمة الله. هذا الكتاب الذي يبدأ معك من الصفر في تعلم اللغة الفرنسية كتاب رائع يتيح لك تعلم قواعد الفرنسية بطريقة جدا إبداعية ورائعة عن طريق تمارين تطبيقية فقط، وهي منهجية رائعة. طبعا الكتاب يقدم ملخصات بسيطة جدا عن الدروس، لكنه يقدم تمارين مكثفة وجد قوية تسمح لك بتعلم الدرس والتمكن منه جيدا من خلال إنجاز تمارين. وأثبتت هذه الطريقة جدواها في ذلك، وهي تعتبر فعلا من أفضل طرق تعلم اللغة وأي لغة أخرى على حد سواء. ما يجعل هذا الكتاب رائعا جدا هو أنه يبدأ معك من الصفر حقا ومن درس الأسماء لنون. يحتوي الكتاب في مجمله على 500 تمرين في لا غرامير، كونجوغيزون، لورتوغراف، الفوكابولير، الاكسبريسيون اكريت. حجمه صغير لا يتعدى 90 ميجا من نوع PDF. ايضا بطبيعة الحال هاتي بعض الصور حتى تشاهدوا محتويات الكتاب بالصور، ولا تفوتوا تحميل هذا الكتاب الرائع جدا اصدقائي الكرام. كما تشاهدون بطبيعة الحال سنضع لكم رابط لتحميل الكتاب PDF سواء لقراءته على الهاتف او جهاز الكمبيوتر. فصيغة PDF يمكن قراءته على الكثير من الاجهزة. واتمنى ان هذا الكتاب قد اعجبكم ويفيدكم كثيرا بإذن الله، واتمنى لكم دائما كامل التوفيق. الى اللقاء.